بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي. طبعا هذه الأجهزة اللي ساعدتني في دراسة تشريح الميكروبات والطفيليات والأحياء اللي درستها في خلال 9 سنين، عبارة عن أجهزة تشريحية مثل ما تلاحظون. معناها مقبرة شوي بسبب الغبار، لكنها يعني إن شاء الله تعمل بكفاءة جيدة. طبعا ممكن تشترونها من أمازون أو تشترونها من المواقع العالمية. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الدكتور خالد بن سعود الحليمي.